Bonjour baccalauréat, معكم مدام مها. Je suis à la page 88 et 89. أنا بصفحة 88 بالcompréhension de l'oral استيعاب الشفهي من الوحدة الخامسة unité 5 عن الانتليجنس ارتيفيسيل الذكاء الاصطناعي. قرينا بالدرس السابق الحوار اللي صار بين لا بريزونتاتريس ليا المذيعة ليا وبين مسيو لوران مسيو أغمون لو ديريكتور دو سالون مدير المعرض معرض الروبوتات. وسمعنا حوار البارتيسيبون المشاركين الأخصائيين كانوا مع لوران الكوريسبوندون المراسل. maintenant on va lire le vocabulaire. راح نقرا المفردات. robotique l'ensemble des techniques permettant la réalisation de machines automatiques ou de robots. إذا علم الروبوت هو جميع التقنيات اللي بتسمح بصناعة أجهزة آلية وصناعة الروبوتات. إذا هو علم الروبوتات. الانتليجنس ارتيفيسيال نرمز له بإي آ. أول حرف من كلمتين un certain nombre de techniques qui permettent aux machines d'imiter une forme d'intelligence réelle. إذن الذكاء الاصطناعي هو مجموعة من التقنيات تسمح بتقليد شكل من أشكال الذكاء الحقيقي. يعني عم بيعملوا جهد يعملوا شكل من أشكال الذكاء الحقيقي. طبعا مستحيل يوصل لمرتبة الإنسان. bouleversement يعني trouble, اضطراب, انقلاب, perturbation profonde, انقلاب عميق, اضطراب عميق, trouble violent, هزة قوية. robot humanoïde يعني إنه روبوت شبيه بالإنسان. un robot qui ressemble à un homme, إنسان آلي شبيه بالإنسان. عشان هيك اسمه humanoïde, humain من homme. L'adjectif est humain. Mécatronicien, هو الانجينيور او ميكانيك. مهندس في علم الميكانيك. وقلنا انه هو بيجمع الكهرباء مع الالكترون مع المعلوماتيه مع يعني عده فروع مع بعضها. ميكا من ميكانيك وكمان هون الكترونيك. مجموعين مع بعضهم بيجمعوا الكلمات لما بتكون بتدل على عده خصائص. بي écoutez puis cochez vrai ou faux. نحن فهمنا النص منيح وراح نجاوب على الأسئلة هلا. vrai ou faux, صح أو خطأ. vous avez entendu une émission radiophonique. نعلم عليها. هل كنا عم نسمع الراديو؟ non. ليش؟ لأنه قال téléspectateur. bonjour téléspectateur. يعني نحن ما سمعنا بس برنامج إذاعي وإنما تلفزيوني. dans ce document il s'agit d'une interview. بهالحوار il s'agit de يعني هو النص هو le document est بس بنستخدم كلمة il s'agit de يعني هو interview مقابلة. نعم مقابلة. oui vrai. Frédéric, Paul et Antoine font leur témoignage dans un studio. Frédéric, Paul ou Antoine, هدول trois participants, كانوا عم بقدموا إفاداتهم بالستوديو مع المذيعة؟ نو، كانوا بالصالون مع الكوريسبوندون، مع المراسل. 4. Laurent est un expert en robotique. هل لوران كان أخصائي في علم الروبوتات؟ نو. لوران كان هو الكوريسبوندان. دونك سي فو. المراسل. أغمون إت أون ميكاترونيسيان. هل كان هو أخصائي في علم الميكانيك الإلكترونيات؟ لا. أغمون هو لو ديريكتور دو سالون. أنطوان هو الأخصائي. دونك سي فو أوسي. Enfin, dans ce document, on parle de l'intelligence artificielle. فهل نص عم يحكوا عن
الدوكيمون يعني التكست، عم يحكوا عن لانتيليجونس ارتيفيسيل، الذكاء الاصطناعي. وي اون باس على باج 89، صفحة 89. كفاية الأسئلة عنا، فاسأل شغلي. نفس النص، سيلون لو دوكيمون، حسب النص، لي روبو شو بيقدر يعمل؟ روبو الموجود عليه مثل الصح والخطأ نفس الشيء. بدي أقول إذا كان هالشيء موجود بالروبو، هالكلام موجود في النص ولا ما موجود، نحكي عنه أو لا. سون دوتي لي روبو، يعني سون دوتي دون انتليجونس ارتيفيسيل، تتمتع الروبوتات بذكاء اصطناعي. وي سي فري. دو لي روبو sont aptes, يعني capables, à ressentir et à reconnaître nos émotions. هل الذكاء الروبوتات هن بيقدروا يحسوا ويتعرفوا على مشاعرنا؟ نو لا، لأنه قال ما بيعرف، ما بيقدروا غير يلقطوا بعض من الشيء اللي بيصير قدامهم من بكي وابتسامة، أما ريسونتير يشعروا؟ لا، ما بيشعروا. 3. Les robots peuvent opérer les patients. بشار كوبي العمليات الجراحية للادا. وي. 4. Les robots servent à découvrir les environnements difficiles pour l'homme. الأجهزة الآلية الروبوتات بتفيدنا باكتشاف المناطق البيئية الصعب بلغة من قبل الإنسان. ويسيفغي. هلا هيدا بعدها شوي الخطأ مشان تبين إنه هي خطأ. 5. sont capables, les robots sont capables d'accomplir de nombreuses tâches en même temps. إنه بتقدر تستطيع تتمم تنهي عدة مهام بنفس الوقت، ممكن الروبوت يعمل عدة مهام بنفس الوقت. وي سي فري. لي روبو بوف دياغنوستيكي لي باسيون، هل يمكنه الروبوت تشخيص المرض؟ نو. اذا عندي الصح ان ان وتخوا وكاتخ وسانك، الدو والسيس سيفو من موجودين ما بيحققون. D. Choisissez le point de vue qui convient. نشوف هاي وجهة نظر مين. نشوف كل رأي هو وجهة نظر مين. Selon Frédéric. ذكرنا فريدريك. L'humanité va affronter des troubles profonds. حسب ما قال فريدريك، الإنسانية ستتعرض، ستواجه. Affronter mon front. Front يعني جبين. ستواجه، ستجابه. اضطرابات بروفون عميقة، يعني بولفيرسمون، راح تواجه اضطرابات عميقة. امتى؟ ذكرتوا كلام فريدريك؟ طيب نقراهم بالأول. سي لي روبو اون لا كاباسيتي دوبيري لي باسيون، سي لي روبو اون لا كاباسيتي دو ريسونتير نو ايموسيون، سي لي روبو اون لا كاباسيتي ديكسبلوري ليسباس. عرفنا الجواب، لازم تكونوا عرفتوا. إذن راح يصير اضطراب إمتى؟ إذا كان هالروبوتات قدرت تعمل عملية؟ طبعاً لا. أو إذا كانت الروبوتات صار عندها إمكانية إنه تشعر بانفعالاتنا. وي، هون هذا كان رأي لافي دو لو بوان دو في دو فريدريك. هي كانت وجهة نظره، إنه إذا كان قدرت الروبوتات تعرف تحس بانفعالاتنا، هداك الوقت رح يصير هزة قوية وانفعال قوي. أما إذا كان لديها إمكانية تدخل تستكشف الفضاء، هذا لا. دو ما سهلين، بس نحن لأنه قرينا النص منيح وفهمناه عم نقدر نجاوب. دو سابار، من جهتي، مسيو أغمو. أغمو يعني مين؟ لو ديريكتور دو سالون، مدير المعرض. من جهته، تنشوف هون الكلام. en ce qui concerne le progrès des robots، فيما يتعلق بتقدم الروبوتات، شو كانت نظرته؟ il a une vision pessimiste، هل كانت نظرته تشاؤمية؟
إلى اون فيزيون اوبتيميست نظرة تفاؤلية إلى اون فيزيون انديفيرونت ولا لا مبالية أكيد كانت اوبتيميست لأنه قال جو فوا سولا دون بون اوي أنا شايف هالشي هاي بنظرة إيجابية بون اوي يعني بوزيتيف يعني اوبتيميست متفائل 3 de son point de vue Antoine هو بالعلم الأخير اللي حكينا عنه علم ميكانيك الإلكترونيات بوجهة نظر أنطوان هو يرى أن les robots humanoïdes entraînent le chômage. Il n'y aura plus d'emploi avec les robots. Les humanoïdes créent de nouveaux emplois même s'il en supprime certains. Al, monsieur Antoine, nous روبوت هل شبيه روبوتات شبيه الإنسان ستسبب البطالة؟ لا ما قال وإنه ما رح يكون فيه وظائف بوجود الروبوتات كمان لا وإنما قال إنه هل الإنسان الآلي شبيه بالإنسان رجل الآلي شبيه الإنسان سيخلق فرص عمل جديدة حتى لو كان عم يلغي غيره أكيد متابعين معي وفهمانين منيح 4 Paul voit qu'avec les progrès spectaculaires de la robotique, هلا Paul أول واحد شايف تاني واحد شايف إنه مع التطور المذهل لعلم الروبوتات à les robots exécuteront n'importe quelle tâche dans le futur. Les robots remplacent complètement l'homme. Les robots affrontent encore des tâches impossibles à réaliser. هل بالنسبة لبوشو قال بول هل قال إنه مع هالتقدم المذهل الروبوت راح ينفذ شو ما كان في المستقبل؟ وي إلى دي سنة نعم قال هالكلام. طيب هل قال إنه الروبوت راح يحل محل الإنسان؟ ما قال. هل قال إنه الروبوت راح يواجه مهام مستحيلة؟ لا ما قال. إذن هو قال إنه راح تنفذ هو متفائل في المستقبل وشايف إنه أي مهمة في المستقبل راح يقوم فيها روبوت وعطانا أمثلة عن العمليات وعن الفضاء والمحيطات. 4 أو 5 pour Léa بالنسبة للي هي la présentatrice المذيعة. Il n'y a rien à craindre des progrès qu'offrent les nouvelles technologies. C'est regrettable d'être remplacé un jour par un robot. On s'habitue vite à l'idée d'être remplacé un jour par un robot. شو قالت ليا؟ ليا بالنسبة لها هل قالت إنه ما في شيء بيخوف بالنسبة للتقدم اللي عم بيقدمه التقنيات الحديثة؟ لا ما قالت هالكلام قالت سي ريغريتابل شيء مؤسف إنه يحل محلنا الروبوت شي نهار هذا شي بزعل وما قالت انه الانسان بيتعود سريعا على فكرة هذا مسيو ارمان اللي قاله انه رح نتعود على هالفكرة هاي وانه هو كان متفائل هي زعلت انه كيف الرجل قال يحل محلنا شي نهار on passe au dernier exercice vous êtes parmi les personnes interviewées au salon Made in France On vous demande de parler des effets bénéfiques de l'intelligence artificielle. Parlez-en. Al, enti ben bien les gens qui sont présents au salon, au marat, qui ont fait le dialogue avec vous, صنعة في فرنسا, et on سألت انك تحكي عن التأثيرات الإيجابية فوائد الانتليجنس ارتيفيسيل. شو هي النواحي الإيجابية بال الذكاء الاصطناعي وتحدث عن ذلك يعني أنا أخذت الأفكار ذاتها وحطيت كم فكرة نشوفها فوالا بونجور جو مابيل زكي عملت مثل ما أنا عملوا جو مابيل زكي جو سوي انفورماتيسيان L'intelligence artificielle est une science de fabriquer des machines intelligentes et elle a des effets bénéfiques dans la vie des humains. L'intelligence artificielle réduit les erreurs humaines, corrige les fautes d'orthographe et facilite notre vie. Elle travaille sans arrêt, ne s'ennuie pas, ne connaît pas la fatigue, elle s'occupe de toutes les tâches de la maison. Enfin,
Elle est nécessaire dans tous les domaines de la vie, domaine de la santé, de l'industrie, de la sécurité, etc. طبعا هذا مو موضوع هذا لأنه استيعاب شفهي فعم ياخذوا بس رأينا بفكرة صغيرة. هلا ممكن يجي نفس الموضوع بس هون كجواب هذا مو موضوع، هذا الرد على الجواب فقط. وده يكون موضوع رح نكتب غير هيك أو نطوله أكثر من هيك. صباح الخير، اسمي زكي وأنا أخصائي في المعلومات التقنية المعلوماتية. الذكاء الاصطناعي هو علم صناعة الآلات الذكية وله تأثيرات إيجابية في حياة الناس. الذكاء الاصطناعي يقلل من الأخطاء الأغلاط الإنسانية، بيقلل أخطائنا، بيختصر أخطائنا وبيصلح الأخطاء الكتابية وبيسهل حياتنا. وهو بيشتغل الروبوت بدون توقف وما بيمل مثلنا ولا بيعرف التعب، وهو بيهتم بكل المهام المنزلية، ممكن يقوم بكل المهام المنزلية. أخيرا هو ضروري في كل مجالات الحياة، مجال الصحة والصناعة والسلامة وكل شيء انذكر كمان سابقا بالميتين وبكل شيء كمان اللي انذكر بالفضاء وبالمحيطات. بعيدو بونجور، جو مابيل زكي، جو سوي انفورماتيسيان. L'intelligence artificielle est une science de fabriquer des machines intelligentes et elle a des effets bénéfiques dans la vie des humains. L'intelligence artificielle réduit les erreurs humaines, corrige les fautes d'orthographe et facilite notre vie. Elle travaille sans arrêt, ne s'ennuie pas, ne connaît pas la fatigue. Elle s'occupe de toutes les tâches de la maison. Enfin, elle est nécessaire dans tous les domaines de la vie, domaine de la santé, de l'industrie, de la sécurité, du commerce, etc. J'ai fini la page 89. Au revoir, à la prochaine fois. Bye bye.